الهارب بيحب سيارته تكون داكنة وما تظهر للناس، يعني هو بيفضل لما يمشي في الشارع ما تكون لونها هيك فاقع أو واضح للناس، لأنه بيكون أريح له إنه ما يبان. المتعلق بتكون سيارته لازم تكون مريحة ولازم تكون مختلفة عن المألوف، يعني بحب تكون شيء سبيشال. يعني جالد الذات، يعني لأنه دائما جالد لنفسه بيختار سيارة صغيرة على جسمه، يعني حتى يحس بالضيق وبالحصر، يعني لازم يحس بالانزعاج، ما بيحب يخلي روحه مرتاح، بيختار سيارة أصغر من جسمه. كمل على الخيانة، كيف سيارته؟ السيارة تاع الشخص المسيطر لازم تكون قوية وملاحظة من قبل الآخرين، فالشخص المسيطر أكثر صفة يحب تظهر للناس إنه هو مسيطر وقوي ولازم الناس تلاحظه، فسيارته لازم تكون قوية وقادر أنها تجذب أنظار الناس. المتشدد لازم سيارة تكون كلاسيكية وفعالة وتستحق فعلا ثمنها. شوفي دائما هو عنده كلمة تستحق، والكفاءة لازم تكون كفء وأهل المال اللي حطها فيه. يعني لازم تكون سيارة كلاسيكية، إنه شخص أصلا جاد وجدي، وتكون فعالة وتستحق مالها.